لكم هذه القضية المحدث القمي رحمة الله عليه، هذا الذي أفنى عمره في مطالعة أحاديث أهل البيت وكتابة أحاديث أهل البيت، وقرأت في كتاب أنه قضى لكتابة سفينة البحار. هذا سفينة البحار، لا تتصورون عمل هين. قرأت في كتاب أنه قضى لكتابة سفينة البحار في مجلدين 35 عام من عمره، 35 عام. ينقل أن بعض العلماء الغربيين عندما رأوا هذا الكتاب قالوا هذا مو عمل فرد، هذا عمل لجنة، فكيف قام به فرد؟ وأظن أني قرأت في مكان أو سمعت أنه طالع بحار الأنوار مرتين، يعني 220 مجلد تقريبا مطالعها لكتابة هذين المجلدين. ومن أفضل الكتب النافعة سفينة البحار. في يوم من الأيام استيقظ من المنام وكانت عينه تؤلمه، المحدث القمي رحمة الله عليه صاحب مفاتيح الجنان. فابنه يقول رأيت أنه مو مشغول بعمله، قال اليوم عيني تؤلمني، في بعض الكتب كاتبين تؤلمني، في بعض الكتب كاتبين تؤلمني بشدة، ما أقدر أطالع أحاديث أهل البيت، ما أقدر أكتب صلوات الله عليهم. الشاهد في هذه الكلمة، وأضاف المحدث القمي والألم بادي على وجهه أنه أنا أخاف أن أكون قد طرد من ساحة أهل البيت اللي أنا اليوم محروم من مطالعة أحاديثهم وكتابة أحاديثهم. هذا حرمان، هذا طارد، هذا اللي ما يقرأ قرآن هذا مطرود من رحمة الله، اللي ما يقرأ أحاديث أهل البيت هذا مطرود من رحمة الله، اللي ما يقرأ نهج البلاغة والصحيفة السجادية هذا مطرود من رحمة الله. حرمان. وأنا أخاف أن أكون قد طردت. واي كان متألم. يقول ابنه رحت ثم عدت إلى البيت ورأيت الكتب والأوراق محيطة به ودا يكتب أو يطالع، فقلت له ما الذي حدث؟ قال في الواقع أنت بعد ما طلعت أنا رحت وتوضأت، شوفوا هذه العقيدة، رحت توضأت وجلست أظن أو لعله مستقبل القبلة وأخذت كتاب الكافي، كتاب الكافي كان عنده كتاب كافي بخط أحد العلماء الذي يقال له التوني، الشيخ ينقل عنه في الرسائل في آخر بحث البراءة. أخذت هذا الكتاب كتاب الكافي ومسحته على عيني بنية الاستشفاء وشفيت، والآن أنا مشغول بالكتابة. كاتبين في أحوال المحدث القمي بعد ذلك لم يعد إليه وجع العين إلى آخر حياته. شوفوا هذه العقيدة ولاحظوا هذا التوفيق. وإحنا الكافي إما مو موجود في بيوتنا أو على الرف يأكله الغبار. وينقل أيضا في أحوال المحدث القمي رحمة الله عليه أنه في يوم من الأيام كان عنده طفل أو طفلة عمره أو عمرها 3 أعوام فتمرضت، فجاءوا إليها بدواء، فالمحدث القمي وضع إصبعه في الإناء وأخذ يصنع هكذا. زوجته قالت اصبر حتى أروح أجيب الملعقة، قال لا، إنما وضعت يدي للاستشفاء لأني كتبت بهذه الإصبع آلافا من أحاديث أهل البيت. اليد اللي تكتب أحاديث أهل البيت هذه تكون شفاء. القلب الذي هو محل
معارف أهل البيت، هذا قلب نوراني. لاحظوا هذه الرواية، الرواية تقول عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: اعرفوا منازل الشيعة، اشقد منزلتنا عند الله وعند أهل البيت، على قدر روايتهم ومعرفتهم، فإن المعرفة هي الدراية للرواية.